أخبار الصباح، عيلة بتكبر سنة بعد سنة وللفرح محطات منتشارك فيها مع بعضنا. زميلتنا بشرى عبيد ودعت العزوبية ودخلت القفص الذهبي لتكمل مشوار العمر مع عبدالله مكاري. أسرة أخبار الصباح شاركت العروسين والأهل فرحتهم بحديقة لاران بمغدوشة، ومع التمنيات بالسعادة والبنين والبنات منبقى مع هالتقرير. المستقبل كتير حلو معه لأن أنا بحبه كتير، وبعرف إنه كل يوم عن يوم رح يحبني أكتر مثل ما أنا بوعده إنه كل يوم عن يوم رح أحبه أكتر. الليلة يعني شعور ما بقدر أوصفه إلا إني حبي لبوشة إنفينيتي، والليلة اكتمل نص التاني. بشرى عبيد وعبدالله مكاري نصفين تسلل الحب على قلبهم، فكانت القصة يلي بيحلم فيها كل شاب وصبية فستان أبيض بيقعد بمرحلة بيحصد فيها الحبيبين ثمار حبهم، وعجقة أهل وأصدقاء وأحبة عم يشهدوا على حب كبير جمع نصفين وحول جسدين لجسد واحد. أحلى فرحة هيدي، وأحلى ساعة، وأحلى يعني هيدي من ناطرينها من زمان. نحن بشرى بنتنا وحبيبتي وزي بنتي، يعني المحبة مثل عبودي يعني. أنا والله عندي 4 أولاد، هني صاروا 5 أنا بعتبرهم، لأنه هو ابني يعني. يعني اللي بيتزوج بنتي أنا بعتبره ابني. بتمنى لها السعادة والأيام الحلوة، وكل شعور أب وأم بيتمنوا لأولادهم الفرحة الكبيرة والسعادة الكبيرة. بشرف ما في مثلها، بنت فهمانة ورايقة وخلوقة ومش كني، بنت لإلي صارت هي. الله يهنيهم ويوفقهم، وبتمنى لهم السعادة من كل القلب. بشرى عزيزة كتير على قلبي، وهي وأهلها وإخواتها وكل العراس اللي أنا حاضرة. فبشرى أنا جاي حتى أحضر وأكد على محبتنا وتقديرنا لبشرى. أنا أختها لبشرى، أنا جاي من ألمانيا، وبتمنى لها السعادة والتوفيق، والله يهنيها ويسعدها. شوفك حدي نايمتنا على فرد مخدي وسط.
عندي أخت يعني بشرة مثل أختي، بس أنا عندي أخت يعني. الله يوفقهم ويرزقهم شي دزينة أولاد وبيعيشوا حياة سعيدة. بجو من الحب والصداء احتفل الأهل والأصدقاء بحفل زفاف الزميل بشرى عبيد والسيد عبدالله مكاري. حديقة لاران مغدوشي فتحت أبوابها للعروسين، ولكن شخص حب يكون شاهد على قصة حب اكتملت. مبروك بيشرى، مبروك 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 مبروك. إذا جبت صاب يسميه بولس. مبروك وإن شاء الله بتتهنوا، وكمان جيبي لنا كتير أولاد صغار وتعيشي حياة كتير حلوة. مبروك، شو كان بدك بهالعملة يعني؟ ما مت ما شفتي مين مات. كلمة اليوم مبروك بشرى، حبك كتير. مبروك بشرى وإن شاء الله بتتهنم عقبال كل أخبار الساعة. شو خاف عليكي الله العالي، الناس اللي شافوك يجنبوك، كل الجمال اللي بالعالم فيك بشرى. اليوم رجعت على الشغل، منحبك كثير بشرى، انت تحت بالراجي، الف مبروك. عن جد مبروك والله يهنيكي، والفرحه دائما عندها محطه ببرنامج اخبار الصباح. اصلا بعد كم يوم رح نكون كمان عن مع تقرير لعرس نجيب. زميلنا المخرج نجيب ديب عم نشوف بشرى بالراجي. قولي لنا باي. نحن رح نختم حلقتنا هلا لليوم مع التقرير الرياضي، واكيد بكره موعد جديد بحلقه جديده من اخبار الصباح. انطرونا، باي. I wanna see now jump!
year. Welcome, Wainan Menais. Rise.